معنا عبر الهاتف واحد من نجوم الكرة المصرية الكبار، مدرب مساعد منتخبنا الوطني الأولمبي كابتن وائل رياض شيتوس. يا كابتن وائل، مشرف ومنور كالعادة، أخبارك إيه؟ حبيبي يا كريم، الحمد لله. أمورك كويسة؟ أه زي الفل. يعني تجربتين وديتين قدام المنتخب البنيني، شايف فيهم استفادة كبيرة؟ أه طبعا استفدنا بشكل كبير جدا على المستوى بتاع الجهاز الفني طبعا، لأن الراجل المدير الفني مستر ميكالي ما كانش يعرف اللعيبة، ويمكن تولى المهمة الشهر اللي فات، فالوقت ضيق جدا لأن المباراة الرسمية عندنا شهر 10 اللي جاي، فكان عندنا أجندة واحدة بس هي اللي في شهر 9 اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي، ويمكن قدرنا ان احنا نسرق كده او نخطف معسكر كمان في بداية سبتمبر. هايل. فيعني اسبوع في اول سبتمبر وبعدين 11 يوم او 10 ايام في الأجندة، فقدرنا ان احنا نعمل فيه مباراتين وديتين. الراجل اتفرج بشكل كويس، اخد فكرة عن اللاعبين بشكل جيد، ويمكن النتيجة بتاعت المباراة الأولانية انتهت بالتعادل، والمباراة الثانية النهاردة الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب المباراة يعني. طيب الانطباعات ايه يا فندم؟ انطباعات ايه يا كابتن وائل بالنسبة لي ميكالي؟ انطباعاته على اللاعب او الجيل الحالي للمنتخب الاولمبي او الاسماء اللي موجودة دلوقتي؟ والله الانطباعات عن اللاعب المصري بشكل عام، هقول لك الانطباعات عن اللاعب المصري، هو بيقول ان هو شبه اللاعب البرازيلي بشكل كبير جدا في الحتة المهارية. انما الحته الخططيه او المتعلقه بالتكتيك يعني محتاج يبقى في شغل كتير، محتاج ان اللعيبه تتعلم يعني او تتمرن عليها بشكل كبير. دي النقطه اللي يمكن اثارت اهتمامه يعني الفتره اللي فاتت. الجيل بصفه عامه محتاج انه يتجانس بشكل اكبر من كده، يلعب مع بعض بشكل اكبر من كده، لان طبعا يعني في كذا اجنده ضاعت علينا ما قدرناش ان احنا نبقى متواجدين فيها او نعمل فيها معسكرات، لان ما كانش في مدير فني متولي المهمه. فاكيد المهمه صعبه، مش سهله. هو عارف ان المهمه صعبه في حته ان ما فيش تجانس شويه ما بين اللعيبه وبعضها يعني. طيب المباراتين شهد مشاركه عدد كبير من اللاعبين، كنا محتاجين يبقى العدد اقل في المباراتين عشان ما فيش وقت للمباراه الرسميه، ولا انت شايف ان هو كان محتاج يبص على كل اللاعبين؟ لا بالعكس، هو كان مهم جدا ان هو يتفرج على اللعيبه كلها. احنا اشركنا حوالي 27 لاعب من اصل 28، وحارس مرمى اللي ما شاركش معانا علي الجابري بس هو اللي ما شاركش، انما ثلاث حراس مرمى شاركوا، 25 و24 لاعب تقريبا. فيعني انت بتتكلم في عدد لا باس ان هو ياخد فكره ويتفرج عليهم، مش من خلال التدريبات بس، لا من خلال المباريات كمان، بحيث ان هو يقدر يحكم على ضغط، تعرف كريم، ضغط المباراة غير ضغط التدريب، وكمان المسؤولية غير المسؤولية، وكمان المسؤولية في المباريات الرسمية غير المباريات الودية بشكل اخر يعني. لما بتدينا مؤشر وانطباع يعني. طيب لما نيجي نبص على المنتخب الاول مثلا، ممكن الناس كلها تقول لك ببساطه احنا ممكن يبقى عندنا مشكله في الباك رايت شويه، محتاجين في شغل الباك ليفت، والله مش عارف عندنا نقص في ايه. هل في مراكز واضحه عندك فيها نقص في المواهب او نقص في الاسماء، ولا المنتخب شايفه مكتمل حتى هذه اللحظه؟ لا بص، ما تكلمنيش عن المواهب يعني. المواهب ملهاش علاقه بالمراكز، انما انت عندك مشكله في المواهب في مصر كلها، انما انت اللي تقدر تشتغل عليه بشكل كبير جدا هي الجماعيه. فده اللي احنا شغالين عليه بشكل كبير، ان احنا ازاي نخلق 11 واحد عندهم كره جماعيه مع بعض، كل واحد بيعوض النقص اللي موجود عند زميله، كل واحد بيحاول ان هو يعمل دور ودور اللي جنبه. ده مهم جدا في الكوره، ان الموضوع ما يبقاش انا بعمل دوري وخلاص، لا الجماعيه بتقول ان كل واحد يحاول ان هو يعمل دوره بشكل قوي جدا، ويقدر يساعد اللي جنبه في اداء دوره كمان. عظيم جدا. طيب من الحاجات برضو اللي احنا بنسمع عنها دايما على طول، ان في لعيبه مصريين موجودين في اوروبا محدش يعرف عنهم اي حاجه، صغيرين في السن، هل بداتوا تدوروا على اللاعبين دول؟ شفتوا اسماء معينه؟ في اسماء عندنا مرشحة. داتا والله كريم، عندنا داتا اللعيبه اللي موجودين خارج مصر. انما برضو عايزين نبقى فاهمين ان اللعيبه دي لعيبه صغيره في السن، بتبقى اصغر سنها، اصغر من المنتخب الاولمبي يعني، بمنتخب يعني منتخب الشباب منوط اكتر مننا باستقطاب اللعيبه دي، لان اللعيبه اللي مولوده 2004 واللي مولوده 2005، فاذا هيبقى في يعني مش عايز اقول بعد مسافه شويه ما بينهم وبين 2001، انما خلينا نقول ان احنا بنتفرجوا على عندنا داتا وعارفين كل اللعيبه،
وعارفين اللعيبه المحترفين اللي بره، وهنقدر نشوف مين اللي يقدر ان هو يكون يعني مؤثر معانا وايجابي ان احنا نستدعيه ويكون موجود مع المجموعه يعني. طيب الجهاز الفني الماضي والجهاز الفني اللي موجود دلوقتي، انت اشتغلت مع الجهازين الفنيين، كان دايما طموحات الناس وتوقعاتها ربما تكون اكبر من الواقع، يعني حتى لما لعبت الاولمبيات اللي فاتت وتلعب مع البرازيل خسرت بهدف، فقال لك لا انت ما كنتش تخسر كده، انت المفروض كنت تلعب قدام البرازيل وتكسب وخلافه، فانت توقعات المرحله القادمه انت فاهمها وكلنا فاهمينها مع مدير فني اصلا خد الاولمبيات قبل كده، ان الناس عايزه اولمبيات، شايف انه احنا نقدر دلوقتي او جاهزين ان احنا نخش ننافس على بطولات كبيره؟ لا احنا بنحاول، انما مش يعني ما اقدرش اقول ان احنا ان انا متوقع ان احنا ناخد ميداليه في الاولمبياد او الكلام ده، لان انا بقول ان احنا دايما بنحاول سواء مع الجيل في اللي فات او الجيل ده او اي جيل في الكره المصريه لما تشارك بشكل يعني بتشارك في بطولات عالميه عالميه لازم تقول ان انت بتحاول. المشاركات الافريقيه لا، لازم تقول انت بتلعب على مركز وبتلعب على بطوله وبتلعب على انك في مصر، انت برازيل افريقيا، انت ما عندكش اي اوبشن تاني غير ان انت تبقى البطل. انما لما تشارك في بطولات عالميه هتصطدم بشويه اسماء، لازم تحترم الاسماء دي، تصطدم بالبرازيل، هتصطدم باسبانيا يعني، في وده من خلال خبراتي في الاولمبياد اللي فاتت شفنا منتخبات قويه جدا. انما مش حاجه وحشه ان سقف طموحات الشعب المصري يعلى مع الاجيال اللي موجوده او مع المنتخب، ده مؤشر كويس ويقول لك ان الناس بتثق في اللعيبه وبتثق في الجهاز الفني، فدي حاجه كويسه. صح. انما خلينا اقول ان طالما الاتحاد الكوره تعاقد مع مدير فني بحجم ميكالي وراجل احرز الاولمبيات لاول مره في تاريخ البرازيل الميداليه الذهبيه، اعتقد ده يعني ساين او علامه مهمه جدا للناس ان احنا جايبين حد يحاول يوصلنا لمنصه التتويج يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن وائل رياض مدرب منتخبنا الاولمبي الحالي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله النهارده. منتخبنا الاولمبي كسب بنين 2-0 في ثاني المباريات الوديه، الاداء كان حلو في الشوط الاول، يمكن الشوط الثاني شويه مع التغييرات الكثيره بطبيعه الحال الاداء ممكن يكون اختلف حبه يعني لاقل شويه يعني.